مستر رامي، انا اقدر الم ال7 مواد في الفتره الجايه؟ طبعا تقدر. طب ازاي؟ تعال اقول لك يا سيدي. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، يا رب يعود عليك بالخير يا رب والسعاده. بصوا حبايبي طلبه وطالبات الثانويه العامه، ازاي بقى اقدر الم الثانويه العامه؟ اولا لازم تحدد وقت، يعني تحدد يوم، تحدد الساعه، تحدد المحتوى. اليوم مثلا السبت الساعه مثلا من 8 ل 10 فيزيكس، من مثلا 11 ل 1 كيمستري، وهكذا. فشوف حضرتك تعمل جدول بيعتمد على اللي قلت لحضرتك عليه. وطبعا بما ان احنا داخلين في شهر رمضان الكريم، فيفضل طبعا المذاكره عقب الفطار او عقب صلاه التراويح، بحيث ان انت قبل الفطار تكون حضرتك بتتفرج على دروسك او بتنزل السناتر في الدروس. طب يا مستر رامي، وبالنسبه للغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه يا شباب ان شاء الله هتتلم معانا من خلال 10 ل 12 اسبوع. ازاي يا مستر رامي؟ عن طريق الورقه الجميله دي، كل طالب هيستلمها وهو داخل. الورقه دي يا شباب اسبوعيا حضرتك هتذاكر معانا يونت بما فيها فوكاب، اكسبريشن، جرامر، اكسبشنال جرامر، شواذ القواعد اللي بعض الطلبه بتشتكي منها، سكيلز، وطبعا شابتر ستوري او شابتر 1، وطبعا مع حضرتك امتحانات تجريبيه شامله المنهج كله. طبعا يا شباب احنا اتفقنا ان ده هيتم بشكل اسبوعيا من خلال 10 ل 12 اسبوع. طب يا مستر رامي الحق الم ده؟ بس على شرط تكون منضبط، تكون منتظم، ما تغيبش، وكل اسبوع تلتزم باليونت بتاع حضرتك. وهنقسم اليونت على 6 ايام بحيث الفوكابلري سيكشن يبقى 3 ايام، الجو ممكن يبقى يوم او يومين، السكيلز يوم، ومعانا امتحانات يوم. ان شاء الله نكون من خلال 6-7 ايام نقدر نخلص الوحدات اللي قلت لحضرتك عليها. طب يا مستر، بجانب الورقه المهمه قوي قوي دي، ايه اللي يحصل؟ هسلم حضرتك مذكره المراجعه ان شاء الله حضرتك داخل الحصه، هسلم مذكره المراجعه وافيه كل حاجه، مش عايز من حضرتك اي مصدر اخر غير ان حضرتك تعتمد على المذكره الجميله دي اللي فيها كل المنهج وكل الجمل اوت اوف بوكس وكل حاجه خاصه بالقصه والمهارات وامتحانات شامله. طب يا مستر رامي، انا طالب ضعيف او طالب اقل من الضعيف؟ لا، انا طالب وحش قوي زي بنسمع بعض الطلبه. لو سمحت، لو انت طالب ضعيف انا برضه هكون معاك في مذكره اساسيات، هقعد معاك فيها بحيث ان الانجليش يقوم عند حضرتك خلال شهرين ثلاثه دول مع طبعا المنهج. في حته مهمه عايز اقول لكم على حاجه فيها في مواجهه اي ماده. بصوا حبيب قلبي، التركيز مهم، الاراده والعزيمه القويه مهمه. يعني يا مستر الإرادة والعزيمة القوية؟ يعني يا شباب ما نفقدش حبنا أو شغفنا لطموحنا، مش هقول لك للثانوية العامة، لأن إحنا عارفين إن الثانوية العامة دي سنة صعبة شوية ومرت علينا بمحن كتير وامتحانات شاملة وكل أستاذ عايز مادته، لكن أنا بقول لحضرتك إن الفترة اللي جاية تلحق تلم خلال 3 شهور باهتمامك، بتركيزك، بواجباتك، بإعادتك تاني للمنهج، تقدر تلم ال7 مواد بس بشكل منظم زي ما قلت في بداية الفيديو. عايز اطمن حضراتكم ان شاء الله السنه دي باذن الرحمن هتشوفوا امتحانات كويسه وامتحانات جميله، وما تخافوش وبلاش طاقه سلبيه، بلاش حته انا سمعت الامتحان صعب، سمعت الامتحان مستحيل، سمعت الاسئله فيها حاجات خارجيه، كل ده يا شباب سيبك منه. في الاخر يا حبايبي اتكل على الله، ما تخافوش، خلي عندك طاقه ايجابيه. وقبل ما انسى، انا هنزل لك فيديو مع المراجعه ان شاء الله، الفيديو ده هيكون كل يوم خميس، هنناقش فيه اهم الاسئله الصعبه اوت اوف بوكس سنتنسز والجمل الخارج المنهج او بعض الشرح الصعب اللي بيقابل بعض الطلبه. ملحوظه اخيره من مستر رامي اخوكم الكبير، بلاش بقى ندبها على الفطار، ارجوك حاول ان انت الساعه 6 او لغايه ما 6:30 الفطار انك تاخد وجبه خفيفه متوازنه، ممكن تاكل تاني الساعه 9 الساعه 12، لكن تدبها مره واحده كده بلاش، هتلاقي نفسك وخمت وتعبت ونمت بعد الفطار وطابت منك الصلاة العامة. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى والدينا يا رب وعلى كل حبايبنا. وبقول لحضراتكم تاني، ما تخافوش، اجمدوا يا أبطال، هانت الرحلة على إنها تنتهي، أو زي ما بيقولوا كده أو شكت على الانتهاء، فما تخافوش، اتكلوا على الكريم وخلي عندك الإرادة، خلي عندك العزيمة، و
خلي بالكم من نفسكم، واي حد عايز اي طلب انا مع حضراتكم خلال فتره المراجعه، انا منتبه تماما مع حضراتكم، مفضي نفسي تماما لحضراتكم. ما عندناش غير الثانويه العامه دي نقضي عليها، وان شاء الله هنقضي عليها الفتره اللي جايه باذن الرحمن. كل سنه وانتم طيبين، ومره تانية رمضان كريم عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله وانتم بتزوروني السنه الجايه، وكل واحد في الجامعه اللي هو عايزها. اخوكم الكبير مستر ابراهيم.